اليوريك برافو، ويوريك نسبة إلى اليوريك. ما في مرة كنت بشرح لولد في سنة تانية بقول له سوبيريور بتروزر ساينس، بتروزر على البتر سبارت في تمبر البول صح؟ بقول له ربطته في ذهنك؟ قال لي اه. قلت له بإيه؟ عشان يقول لي بالبتر سبارت. قال لي بطرس غير. قلت له الله يخرب انت عايز كل الوزراء السابقين واللاحقين عشان تفهم التشريح. اقول بطرس عشان يقول لي بطرس غير. الله يخرب. يبقى دي سلسله كلواكه. الكلواكه دي يا حضرات الافاضل عباره عن الكود البارت اوف ذا هايند جات مقفولة بالكلوكة الممبرين وطالع منها. بس خد بالك يا ابو الشباب، في حاجة اسمها ميزونفل الضغط اللي ويتش ولد رايب اليوريكا. الميزونفل الضغط راحت مشوطة وفتحة في الانتيريور بارت اوف ذا كلوكة، ما فتحتش هنا. يقوم ايه حصل فيه سيتم هنا اسمه يورو نسبة اليورينر بلادر يورو ريكتال سيتم. راح ماشي 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 وقاسم الكلوكة الى حاجتين، الى بتاع اللي اسمه انوريكتال كانال مقفولة بالانال ممبرين، والى اليوروجينيتال ساينس فاتح فيه بقى راحت الميزونفل الضغط طالعه من النصيب. دي خدناها في هتاخدوها في اليورينري سيستم. خلاص هتكون واقع اذا موست كود البارت اوف هايند بات مقفوله بالكلوكه من برين فاتح فيها البارا ميزونفل الضغط فاتح فيها ايه الباراميزونيفريك ولا الميزونيفريك؟ الميزونيفريك، لان الباراميزونيفريك بالدرايف ايه اليوتر والفاجينا وعائلتهم الكرام. اما ديت بالدرايف اليوريكا فاتح فيها الميزونيفريك ده واللي طالع منها الالمنتويز او اليوريكا طالع على الامبرايكس اهي راح يورو ريكتال سيبتم ديفلوب في الانجل بين الكودال بارت اوف هايند جات والكلوكا واليوريكس. راح قاسم الكلوكا الممبرين عامل لي ايه اليوريكتال كانال وعامل لي يوروجينيتال ساينس. قال ايه اليوريكتال كانال عملت الريكتم الاين الكنال. اما اللور هاف اوف ذا اين الكنال بيديفلوب راح تاني حته. لو انت قلت لي الانوريكتال كانال راح السبين من بره اللي هو الاكتودير جاي كده اهو كده اهو وعامل حاجه اسمها بروكتوديوم وبعدين دي رابط شهر في الشهر تقريبا بشوفوها في الشهر السابع عشان ولو مش رابط شهر هتعمل تاني باتنين تاني تاني لا مش انت اللي كنت اولاني في اللي كانت بتعمل اولاني انت برضه انت مصره بقى ماشي. يبقى ده يا حضرات الدكتور لو مصري عرفت نعم خلاص لو مصري ليه البروكتوديوم اهو البروكتوديوم يا شباب البروكتوديوم اهو ده حته من السكن. اسمع يا ولد دي حته من السكن عمل اللور هاف اوف ذا اينر كانال ده في الشهر السابع رابط شرط عشان الاينر كانال تفتح على الشارع. لو مش رابط شرط هيديني حاجه اسمها امبيرفوريت اينس يبقى العيل ينزل وما عندوش حاجه للإخراج يروحوا بقى يعملوا له عملية جراحية
وبيراب الشرفي أصحى بشراب الشرفي الشهر السابع. يبقى أنا بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا الجي اي تي. إن شاء الله عندنا محاضرة يوم الأحد الساعة